انا طلعت مع واحد اللي كنت الجبل فين طلعت ديك الكوريا قبيله اللي طلعت نجي نشوفو هنايا هي الكوريا سلت الحوايج عاود دخلات زعمت الكور وكان حنا بنسخ حوايجي ما جايبش حوايجي ديال داكشي ودخلات تال هداك داخل تماك كاين الحفرة هابطة للعين وسمعت داك الشيفور ديالها قال لها راجلها قال لها 12 متر قال لها واحد السيد قال لها 12 متر ديال الغرق 12 متر ما ساهلاش المهم السيدة سرحات على كرشها ودخلات وطلعت تمك وي اني ها ما سمعتكش ما كاينش كيت خصك تدخل على كرشك ها واه هلا راه كاينه خصك تدخل على كرشك عاد كاينه عاد كاينه الحفره انا نتكرف صوره دخلنا هكاك المهم هاد الحفره هاد الغار دابا اللي شفنا كاينه حفره تخرج في العين لتحت دابا تيهضر معايا حسن تنقلت ليه نعام وتيسمعني من تحت تماك الصوت يدخل من الحفرة تيخرج عندو من تماك من تحت بطلع يلا طلع شوفوا ديروا واحد النظرة من هنا نورمالمون هادي هي العين راه هو تيبان لك من تحت الصخرة من تحت الجبل هنا نورمالمون الشارج هذا تيكون عامر بلا ما تل فوق ولكن حيت هاد السنوات الأخيرة كاين الجفاف مستوى الماء هبط نيت ديال بصح هذا تيكون عامر الشارج تيعومو فيه الدراري في الصيف والله لتبينا وصافي هادشي اللي بقى في الماء هادشي اللي بقى تيخرج من العين كاين تيمون هنايا وحيوان النمس على العظيم كاين في هذه المنطقة هذه شفت عند واحد السيد في واحد الفيديو وكيبانو مغارات في الجبل ديالو وحسن شافو دابا ولكن قال لي كان تيبدل الحوايج وما دركش يصور شافو هنايا وتنسمع الصوت ديالو
بحال سارحين تنكتشفوا واخا ما خصنيش نسرح بزاف. حسن تي خليت الريح كاين شي نخليو الموتور يتسناني اكتشفوا واحد شويه عاود نرجعوا واخا الطبيعه هذه ما كرهتش نبقى غادي 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 تنشوف فين بتخرجني. غادي غادي تيبان لي الجبل قدامي بقى غادي صحيح في الجبال السلام عليكم ملاي بخير ملاي حفظك ملاي كبر بك دابا قول لي انا تيعمر في الصيف ياك هذاك الشيء دابا هذا قيده تيكون خاوي هنا تيكون خاوي هاد لقيتها لا في الصيف والربيع وهنا كاين شي حيوانات كاين الحلوف كاين حيوانات كنقول لك عطاهم الله هو لا عفر هذوك مارك لا راه قلت لك كلشي كاين النمس هنايا بان ليا شفتو فوق والحلوف ما كاينش كاين الفوق دابا هاد الطريق هادي فين تتمشي شي دواور مازال فوق تما نيرت حدا زقر حدا كاين يعني كتخرج من تما لدوك الدواور عاد كتقاد سميتو كتمشي كتمشي للحد ديال الزقر وكاين دواور الفوق هنا لا واحد الدوار هاكاك مزيان الله يحفظك من تما راه غتبدا في الحلو ياك فوق هاد الدوار هذا كاينه شي كاينه شي محميه تماك لا ما كاين لا محميه لا والو انت تلاقيتي معاه انت راك تدخل هي مع الواد هذا الشخص ديال الواد تمشي معاه نيشان حتى للمعد ما عرفتي المعد نمشي لا ما عرفتش انا اول خطره نجي لهاد المنطقه هذه فايت جيتي لسيدي حسين جينا على الموتور فايت جاي لسيدي حسين وقال لي راك وسولت وقال لي راه كاينه واحد العين اخرى سميتها عين ايمن تالا تتكون هي هذه هنايا ولكن دابا تعمرها في الصيف جينا حنا في هاد القيطه الدنيا قاويه كتعمرها اختي هكاك على مثلا اللي باغي الحلف ولا شي حاجه كتمشي حتى للحد ديال هاد الواد هاد الواد هذا واد هذا وكل واد غتسول هي على المعدن غتمشي هي الطريق ديال المعدن هي هاد وين انت خايبه صحيح من تما غتبدا في الحلف بارك الله الله يحفظك الله يكبر فيك شكرا سمح لي الله يحفظك الله يكبر فيك ثم كما سمعتم ان تي عمر في الصيف هنا كاين حيوانات هنا كاين النمس شفناه شفتو في فيديو عند السيد وشفناه دابا مباشره ولكن ما دركناش نصوروه ولا سرحتي كما قالك كما سمعت ولا سرحتي مع هاد الطريق هادي فين سرحت دابا مشيت حتى للمعدن كاين شي بلاصه تيقول لها هنا المعدن وكاين هنا دواور مازال هنا الناس الفوق تصور معايا هاد الطريق هادي مازال كاين الناس الفوق دواور تماك كاين سوق تيعمر سوق لحد ديال اسكورد كاين تماك او تي زعما الناس ديال المدينه مباشر الحمد لله وشكرا شوفوا الناس فين عايشين الله يدير شي تاويل وصافي هنا عامر بالغيران والكهوف